معكم في اتجاهات وحلقة الليلة مفعمة بالسلام والجمال، ونتعرف على ضيوف. ريانة عبد الله بيوتي موديل، فايز الشمراني جوجي ستاند اب كوميدي، أمينة العلي ممثلة، سالم العنزي مؤسس عداد مشاريع الرياض، يوسف القعير. قرابة 50 عام وإحنا في نزاعات وجدالات فكرية، 50 عام من استعراض وجهات النظر المتناقضة. ليس إيمانا منا بثقافة الحوار، بل كان الهدف إخراس الآخر أو إثبات أنه مخطئ. 50 عام من تبادل التهم، تهمة أنت ليبرالي، تهمة أنك متزمت، علماني، أنت متطرف، كافر، رجعي، متخلف، امرأة منقبة، امرأة متحررة، غير محجبة، منسلخة عن التقاليد، تهم ما لها عدد. صحيح أن المواطن اللي وجه هذه التهم غير بريء بل متهم، لكن في نفس الوقت لازم نوقف نفكر ونتساءل، من يا ترى زرع هذا الشوك بيننا؟ من من مصلحته أن تستمر ثقافة رفض الآخر؟ من من مصلحته أن تتكوم كل فئة على بعضها بعيدا عن الفئة المخالفة؟ برأيي، مثل ما هو رأي كثيرين، التنظيم الإخواني سيطر طويلا على أدمغتنا، دجنها وأرادها أن تكون كقطيع، رأي واحد، فكر واحد، واتجاه واحد، لأن الاتجاهات المختلفة كانت ستفضح ببساطة هدفه بتفكيك وحدتنا، والتعددية والاختلاف كانت حتكشف دهاؤه على مر السنين. لذلك أحكم القبض على العقول ووجهها وعلمها أن الآخر عدو، أي آخر عدو، ولو كان أخوك أو أبوك أو أختك. وصار أتباع التيارات المختلفة يرفضوا حتى الجدال فيما بينهم أو المواجهة، على اعتبار أنها انتقاص من شأنهم. لكن عهد الإخوان انتهى وأعلننا استقلالنا عنه. الآن مع التغير الكبير والانفتاح الاجتماعي اللي جاء مضاد لأي تطرف وبقرار من أعلى سلطة في البلاد، نطرح في اتجاهات هذا السؤال: ما الذي يمنع أن نكون مختلفين فكرياً ونجتمع على طاولة واحدة؟ ما يمنع أن تكون أنت وأنا أبناء وطن واحد لكن بأفكار مختلفة؟ وما يمنع أن نكون أنت وأنا أبناء وطن واحد متحدين حول رايته وبأفكار مختلفة وفي حالة مصالحة وتصالح؟ حقيقة إحنا طيلة المواسم الماضية من اتجاهات كنت وفريق الإعداد نجهد لاستضافة الرأي الآخر، لكن فئات من التيار الديني بعضها كان يرفض الظهور، مرة بحجة رسالة البرنامج التنويرية اللي تتعارض مع بعض أفكارهم، مرة بحجة أن المقدمة امرأة. لكن تغير الوضع وتبدل حالة الانفتاح اللي تمر بها السعودية، المفترض أن لا تنحصر فقط في المعالم العامة أو المناسبات العامة أو الاحتفالات العامة، بل المفترض أنها تنعكس على تفاصيل حياتنا اليومية. يعني قبولك الذهاب إلى ندوة ستصعد بها امرأة على المسرح أمامك لتلقي كلمة وتصغي أنت إليها وإن جالس تحت بين الصفوف، يستدعي قبولك لسماع صوتها في المنزل، قبولك لرأيها وقرارها المستقل، مش بس فيما يتعلق بالنساء، عشان ما تقولوا أني متحيزة. حتى الإعلان رسمياً عن إنهاء مرحلة التطرف وبدء عصر التنوير يستدعي إعلاننا جميعنا كمواطنين ومواطنات عن بدء عصر الحوار، الحوار اللي هو أهم سمة من سمات التنوير. ولتنعكس هذه الأمور على تفاصيلنا الأسبوعية في برنامجنا، حيشاركني ضيف بتقديم هذه الحلقة. هو يشكل الآخر بالنسبة لي وأنا أشكل الآخر بالنسبة له، لكنه مثلي، يؤمن بالتعددية داخل الوطن الواحد ويؤمن بوجوب تكريس هذه التعددية لخدمة الوطن. التعددية توحدنا ولا تفرقنا. وأقدم لكم الأستاذ يوسف القعط. أهلا بك أستاذ يوسف. أستاذ يوسف، كيف حالك؟ الحمد لله. أنا سعيدة أنك موجود معنا اليوم. أنا سعيدة بقبولك، يعني وجودك معنا اليوم. من أول ما كلمتك قلت لك أنه من مظهرنا الخارجي يبدو علينا أن احنا مختلفين فكريا ومتناقضين، لكن ما يمنع أنه احنا نجلس على طاولة واحدة. ما عندنا، هتكون طاولة حوار وطني مصغرة، ما رأيك؟ موافق. أرحب معي بالفنانة الآن، فنانة الشهيرة أمينة العلي، حتكون ضيفتنا المميزة لهذه الليلة. أستاذة أمينة، أهلا.
الجمهور أحبها في شخصية هند في لعبة المرأة رجل، العمل اللي أطلق نجوميتها عام 2012، والبعض ممكن كرهها في دور المطلقة الشريرة في عمل نساء من زجاج. أمينة أضحكت الكثير من خلال شخصية المطلقة اللي يتزوجها القاضي ناصر القصبي في آخر أجزاء طاش مطاش الثمنطاش. وبكذا تنقلت أمينة العلي مغربية الأصل وسعودية المولد والمنشأ في لعب أدوار مختلفة من بدايتها عام 2010 في مسلسل الساكنات في قلوبنا، مرورا بهوامير الصحراء والخادمة وسكتم بكتم، ثم من الآخر تلها جذور وهواجيس، وبعدها وجوه محرمة وغريب بين هلة، وكذلك الإمبراطورة أفراح، وصولا إلى سناب شات. أمينة اللي درست تصميم الأزياء ثم إدارة الأعمال لقيت نفسها في الفن، حيث احتضنها النجوم وحاربها الهوى. أمينة العلي عاشت أدوارها فاكتئبت وكسبت وزن، ولما تراجع الإنتاج التلفزيوني في السعودية قررت التمثيل في أعمال خليجية وعربية عشان توسع من أفاقها قبل ما تكتب وتخرج لنفسها عمل مسرحي عن النساء قدمته أخيرا في حائل. ورغم إطلالاتها العديدة على مواقع التواصل الاجتماعي وحواراتها المباشرة مع جمهورها ومعجبيها، لا زال عند وحيدة والديها الكثير عشان تقوله. جديد وأمينة، نورتينا بالضحكة وهالجمال. تسلمي والله، بعد ما عندك يعني تسلمي. نور نوركم انت، ما شاء الله عليك جميلة قلبا وقالبا. تسلمي. ايش تحبي نقدمك، صاحبة الشخصية الرومانسية او الشخصية خفيفة الظل الكوميدية؟ ايش اقرب لك في التمثيل؟ مرحة، انا بطبعي انسانة مرحة يعني في الحياة. أي. وعكس أدوارك اللي عكس أدواري تصدقي؟ أيوة، يعني ما أدري ليش حاسريني دائما في الأدوار الحبيبة الرومانسية، مع أني أنا يعني مرحة ويمكن ملامحي تخدمني وعندي ملامح طفولية، فأحب الأدوار الكوميدية. مين أصعب؟ الكوميديا ولا الدراما، يعني التراجيديا ولا الحب والرومانسيات؟ شوفي، الدراما تتعب يعني، بعد انا يعني بعد ما اخلص اي دور درامي اتعب نفسيا من بعده، لانه يبغى له طاقه، وخصوصا اذا كان في يعني تاثر وبكى، فالعقل الباطن بيصدق، العقل الباطن ما يقدر يميز انه هذا شيء تمثيل ولا لا. في حاله حزن، ايه، لانه زي ما قلت لك العقل اللاوعي بيصدق، فهذا الشيء بيستمر حتى من بعد ما يخلص التمثيلية يعني الدور. المخرجة إيناس الدغيدي قالت أسهل شيء على الممثل أنه يبكي. ولا أي طبعا البكاء، يعني أنا بعدين تعلمت كيف أبكي بسرعة، يعني هو تكنيك عرفتي؟ اي، فيصير الممثل يتدرب، بس بعد لازم عشان الإحساس يطلع صادق أنه أنا فعلا أندمج مع الدور. طيب حنكمل عن الفن وعن أمينة العلي في خلال الحلقة، لكن خلينا نرحب أيضا بالموديل السعودية ريانة عبد الله. حياك ريانة. البعض يشوفها مهنة الجمال، والبعض يشوفها امتهان للجسد، وهناك من يشوف فيها سلعة وثقافة رأسمالية، وفي من يرى فيها فن يمثل صعود المرأة، وفي فريق يراها تمجيد للشباب، وفريق يشعر أنها إقصاء للتنوع. إذا كنت من أنصار تحرير الجسد، أو إذا كنت من المنادين بسترة، وإذا كنت معجب ومغرم، أو إذا كنت حسود وغيور، أنت تمارس كل يوم هالمهنة، وأحيانا تمارسها عن عمد وإصرار، وأحيانا تمارسها من غير قصد. لكن الشيء المؤكد أنك تلبس ما يصنع غيرك لك، وفي كل شخص منا يختبئ عارض أو عارضة أزياء. طيب ريانة، يعني أنت محترفة أم هاوية؟ هاوية. ليه في هناك اتهام للمودلز السعوديات أو الفاشينستات، أو أنه واحدة جايها ملل ما هي عارفة إيش تسوي، قامت سوت لها صفحة وصارت فاشينيستا أو موديل وفترة بسيطة وبعدين تطلعوا من المجال؟ زي ما قلت، يمكن ملل أو يمكن ما في يعني شيء عشان تشغل وقتها فيه. يمكن. انت كم عمرك؟ 18. صغيره، ما يعني ما حتدخلي جامعه ولا حتدخلي وتستمري في الموديلينج؟ ان شاء الله بستمر في الموديلينج وفي الجامعه. طب ايش ناويه تدخلي في الجامعه؟ والله في تخصصين اودي، تخصص احياء وتخصص الميك اب والتصاميم.
من مرة أحب الميك اب والتصاميم، بنفس الوقت مرة أحب الأحياء، يعني أكثر شيء ميولي أحياء. أحياء ساعتها حتطلع حتتدك الموديلين؟ لا إن شاء الله لا. طب أنت تعرضي يعني وجهك، بتعرضي ميك اب لمصممين أو ديزاينرز أو ميك اب أرتست؟ إيه الميك اب أرتست إيوه. أنت بس موديل في الميك اب صح؟ إيه. ولا في حاجات تانية؟ لا أزياء بدأت كأزياء بدأت، كنت شاركت في مرتين فاشن شو صار هنا بالرياض، وإن شاء الله يعني أكمل فيه. أنت وين تشوفي نفسك، في الأزياء أو الميك اب؟ في الميك اب. في الميك اب أكتر. فكرت تمثلي؟ لا. تنفع ممثلة أمينة؟ ما شاء الله إيه وجهها جميل يعني، فبالعكس يعني تنفع أكيد. طب أمينة فيه هجوم عليكي جدا في السوشيال ميديا ليه؟ شوفي أنا بالعادة حالي حال نفسي وإنسانة مسالمة حتى في حياتي الطبيعية، وقد ما أقدر بحاول أني أتجنب المشاكل، لكن في ناس أشوف أنه عندهم نقص في حياتهم، مو بقادرين مثلا يسوي شيء اللي أنا سويته فيغار، وللأسف بلاقي هجوم من يعني من شباب، طب أنت يعني لا حتاخذ أدواري، ولا يعني أنت رجل روح نافس شاب رجل زيك، ليش حاط نقرك من نقري؟ يعني هذه كارثة والله. بس أنا اللي عرفته أكثر اللي هاجمك سعوديات. لا شوفي البنات السعوديات والله وربي إنه مش مجاملة، من أطيب زي ما بقولك السوشيال ميديا والإعلام أحياناً بيظهر صورة غير عن الحقيقة، يعني مثلاً أنا اللي بيزينون يعني اللي بتسوي لي ميك اب واللي بتسوي لي شعر واللي بتطلعني باحلى واجمل صوره بنات سعوديات، وحتى اللي بتلبسني من مصممات ازياء. بس اللي يتابعوك فليش ما تستفزيهم مواقع التواصل؟ سوري على الكلمه، بعض القليلات ادب يعني، مثلا هي يعني هذا عالم افتراضي، مو طالعه لا بوجهها ولا حاطه اسمها الحقيقي، فداخله تتسلى اسب، طب انت قاعد تجرح، طب احنا بالنهايه الا ما حننفعل طبعا او مين هذا ماني عارفه ايوه، فالا احنا ما حننفعل بالنهايه. طيب. احنا بشر، ليه تسبينا؟ انا ايش سويت لك؟ طيب توقعي انه اصولك المغربيه سبب؟ والله شوفي يعني ممكن تكون الغيره وكذا. لا بيسبوا اي احد، لا استفزاز اي بيسبوا اي احد، والله اي احد يعني، حتى اجانب بيروحوا عندهم يسبوهم، طب احنا زيتنا في دقيقنا خلونا يعني عارفين بعض، بس ليش تروحوا تشوهوا سمعتنا عند الاجانب؟ لا تسبون يعني مشاهير اجانب. طيب سؤال يعني في التعليقات قصدي ما فهمتها هذه حاجه، بس لحظه ايش عندي لك سؤال. دائما نسمع كلمه ان الفن رساله، الفن إيه؟ رساله، الفن رساله، والواحد المفروض انه اذا دخلت فيها المجال هذا يكون في ذهنها رساله تبغى توصلها للناس. إيه؟ ما هي رسالتك؟ شوف بقول لك الصراحة يعني، أوكي صحيح الفن أحيانا يعني بنطرح مواضيع بتكون هادفة للمجتمع، لكن أنا والله لما دخلت للتمثيل ما كان في بالي أني أقدم رسالة، دخلت للتمثيل لأني أنا أحب المهنة هذه، بشوف نفسي تحت الأضواء، أحب أدي شخصي أيوة، أحب أدي كاركترات معينة يعني، فيني شوية جنون، فلازم الطاقة هذه أفرغها في التمثيل، فبالتالي فعلا بديت أفكر. هنكمل بعد الفاصل، نكمل بعد الفاصل ونرجع للموضوع اللي سألتك عنه. أيوة. مشاهير. أي. انتقاد المشاهير. بعد الفاصل حينضم لنا ستاند اب كوميدي فايز الشمراني، فاصل وراجعين. اهلا بكم من جديد، وفايز الشمراني او جوجي صح؟ جوجي اهلا بك، كيف حالك؟ الحمد لله. أنقذت يوسف اللي قعدت لأنه طفش، صار له ساعة مع ثلاث نساء. مو أنا قلت لازم أجي بسرعة عشان ألحقه يعني. مع أني متعود أكون مع ثلاث دائماً يعني، لكن ما في مشكلة. مع ثلاث زوجات. أنا كذا أنا صرت عذول. جوجي كم سعر التذكرة إذا بأحضر لك عرض؟ والله أنا ما عندي مكان أسوي فيه عرض لي، أنا بروح في الأماكن اللي بنطرف فيها. قصدك أنت عشان الكوميدي كلوب في جدة؟ الكوميدي كلوب في جدة هو يعني مكان يعني حابة أحضر لك إحنا والسيدات. يا سلام، دحين نصير لكم بعد ما نخلص نصير لكم أحد وببلاش كمان عشان لا هو عشان أنا بديت في الكوميدي كلوب، فغالباً يعتقدوا أن أنا باقي في الكوميدي كلوب، بس أنا سايبه من سنتين يمكن أو ثلاث سنوات وبشتغل لوحدي يعني. كم لك وأنت تشتغل في ستاند اب؟ من أواخر 2012 تقريباً يعني. بس أنا أساساً بديت تمثيل مسرح واشتغلت فصحى واشتغلت عبث واشتغلت مش عارف إيه،
وكان اخر توقعاتي اني اسوي الكوميدي ستاند اب كوميدي. ومن اول ما بديت انت ما شاء الله كذا ما انا اشتغلت على نفسي اها اللي ما صرت كذا بعدين بديت على طول لانه دائما في اشاعه تقول لك انه اي واحد دب دمه خفيف ايوه فانا قلت العب على المضمون فاشتغلت على نفسي الحمد لله يعني حتى لو تشوف صوره قديمه وصوره جديده حيفرق معك الموضوع يعني يفرق الى لا حمزح مس صدقت انا لا بالله أيوة. شوف الاقناع كيف صدقت انه كنت نحيف لا هو عشان يعني في السعوديه اصلا كان اندر جراوند الستاند اب والناس اللي كانوا بيشتغلوا فيه بيشتغلوا انجليزي مع بدايه ثوره اليوتيوب على قولهم والكوميدي كلب لما فتح في جده فتح الفرصه للعربي انه يبدا فمن باب التجربه بس كنت بجرب ونجحت التجربه وبعدين التجربه الثانيه بالطب عشان التاكيد بعدين الثالثه عشان يلا حلوه وخمس سنوات طيب ايش مقياس النجاح ايش بتسوي بالضبط انا بشتغل في دار هندسيه في يعني قطاع حكومي يعني مو معتمد ماديا على لا لا انا بشتغل في عندي دوام عشان اكل عيش وفي هذا بالنسبه لي هوايه واذا اعتمدت عليه لحاله بياكل عيش احيانا واحيانا يعني احيانا يكون الكيرف حق الشغل مره كثير وخاصه انا بسوي في السعوديه وبرا السعوديه نعم بس تحتاج انك تنوعي مصادر الدخل مو بس تعتمدي على الشوز هذه لانها ممكن تكون موسميه عرفتي الوحيد اللي هو الكوميدي كلوب اللي هو يعني في نوع ما دخل ثابت رغم انه مو مره مجدي يعني بس يعني زي في امريكا تروح الكوميدي كلوب عنده $100 يديك في الليله مثلا $100 في النهايه حصرفها بقعده طيب انت قلت كلمه نجاح يعني وش مقياس النجاح بالنسبه للستاند اب كوميدي يعني وش مقياس كيف يعني تقدر تحكم انك نجحت فعلا قدر وصل على قديش تنطلب وفين تنطلب طيب ممكن يعني مساله الطلب هذه تكون يعني مساله تجاريه بحته يعني ايوه طيب بس الفكره هي لما يكون مثلا في مثلا شوز مثلا فيها ناس احيانا التجاريه يجيبوا اسماء مثلا مشهوره في السوشيال ميديا وعندها ملايين مثلا ويحطوه معك في شو على اساس انه هو يشيل الليله فيتضح بعدين في النهايه انه هو كان واحد من اسباب ان الليله تفشل مثلا تفشل بالضبط هذا هو ايوه لانه هو اخره مثلا دقيقه على انستغرام ولا اخره خمسة دقائق على يوتيوب ما حيقدر يواصل معك 20 دقيقة على مسرح على اللايف وعلى اللايف فما هم حقيقيين يعني اللي بالسوشيال ميديا لا مو شرط انه مو حقيقيين في ناس منهم اقوياء وبعدين علاقتي فيهم كلها يعني طيب الحمد لله بس بتكلم على اداء مسرح اي اللي ما عنده سرعة بديهة اللي ما عنده حضور اللي ما عنده يضيع بعدين كاميرا الجوال يعني مو زي لما تواجه الجمهور مباشره اي يعني انا كان في شغل الجوال اي احد يقدر لانه ما احد بيراقبك أيوه. انت خلف الشاشه امينه نرجع لموضوعنا اللي كنا فيه قبل الفاصل لما كنت اسالك انه السعوديات يعني مهاجمينك في السوشيال ميديا لاصولك المغربيه قلتي لي انه لا هو الهجوم بيطال الكل لا 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 بيطال الكل ولا انا ما احب احدد دائما يعني جنسيه معينه بالعكس انا يعني سعوديات صحباتي ويمكن صحباتي كلهم من الجنسيه السعوديه ما شفت منهم الا كل خير بيدعموني وزي ما قلت لك لو هم فعلا ما بيغاروا مني ما حتجي تسوي لي مكياج او حتسوي لي شعري او حتلبسني وتبغى تطلعني في احلى صوره لا بالعكس السعوديه انسانه كريمه جدا وطيبه بس احيانا الاعلام هو اللي السوشيال ميديا كمان بيوقعوا بينكم بيوقعوا بينهم مين اللي بيوقع طيب اقول لك مين عارفه في حسابات للاسف خبيثه والله وهذه لازم تتسكر ومتابعينها بالملايين اللي هي ما ادري ما ابغى اقول اسماء اللي هي مثلا بي 4 ما بعرف ايش وهذه يعني طقت الحسابات دي بيروحوا هم ايوه بيروحوا هم اللي يوقعوا بين مثلا بين الشعوب عيب والله عيب بين الناس بين الممثلات بين مجهولين يعني. مجهولين إيه فلازم يحاسبوا لازم يحاسبوا هم السبب الهجمة اللي هم سبب تطالب. الهجمة إيه أكثر الهجمة هذه إيش مضمونة يعني إيش مثلا بيحطوا لي صورة مع تعليق مستفز زي إيش ما أدري أي صورة مثلا يعني إيش ما مو في بالي فبيصير يجيني هجوم من عندهم يعني من حسابهم زي اللي اطلق عليك القطيع يعني. ايوه لا اقول لك موقف صار معي بعدني انا صار معي موقف يعني مو 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 مضحك محزن انا في يوم من الايام كنت في جده
وما كان عندي شغل ولا كان عندي عروض ولا كان اي شيء. وفجاه الاقي جوالي بيتفجر، ادخل الاقي هجوم علي في تويتر ما يعني غير مسبوق، واللي يسب واللي يلعن واللي يقول لي انت مش عارف كلام ما ينقال على التلفزيون يعني. فانا ماني عارف، ابغى اعرف ايش المشكله. دخلت اشوف ايش فيه، شفت هاشتاج، دخلت على الهاشتاج، اتضح انه في واحد كان في شو في الرياض وقال كلمه ما عجبت واحد من الجمهور، فقام واحد من الجمهور رد عليه بكلمه قله ادب، والثاني سبه، وبعدين صارت مشكله. فالناس بدات تكتب على تويتر، الشخص مو باين في الفيديو، مو باين من هو، بس هو جسمه قريب من جسمي، فكان يومها اي دب مستهدف. فهم قالوا مين في واحد دب بيسوي كوميدي؟ ما في الا جوجل، يلا تعال نروح نهاجم. الحسابات اللي فيها ملايين هذه حطوا اليوزر حقي وقالوا انطلقوا. ايوه للقطيع. انا حابة اوجه لك سؤال، سوري قطعت. طبعا في فرق بين انك تكون ساخر وبين قلة الأدب. لا لا لا. كثير من كثير من ممن يدعون انهم هم كوميديين، بالحقيقة انت قليل أدب، انت مش مش ساخر، مش كوميدي. هو ساخر هو لما يكون حس انه مثلا ما جاب في خط في شعرة رفيعة بين هذا وبين هذا، كيف تقدر؟ بس انا احس انه لازم يكون ثالثها فالتها، بس بدون ما يقدر يقول كل شيء، بس بدون ما يقول شيء. ايوه بالضبط. يعني اقدر اقول كذا حيكون كثير لطيف وناعم يعني يضحك. لا 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 بالعكس. لا بس يعني شوفي مثلا، يعني شوف انت قلت دحين البرامج الامريكيه، في البرامج الامريكيه يعني بينتقدوا نقد لاذع، بيسخروا بشكل مزعج جدا، يعني يجيبوا صوره الواحد ويحطوا لك عليها تضحك. تضحك في النهايه بيسعدك. يعني ممكن الشخص اللي هو المعني ما حيضحك ابدا يعني. هي الفكره، هي السخريه نفسها ما هي مشكله. احنا عندنا، احنا متعودين انه احد السخريه هذه ما نحبها يعني، مع انه اكثر ناس في السوشيال ميديا نسخر من بعض، لكن انك انه واحد يجي يسخر منك وتتقبلها، انا بالنسبه لي ما عندي مشكله. الثقافه لسه دخلت لنا. اللي ملاحظ ان الستاند اب كوميدي اللي موجودين الان سواء كانوا عرب او غرب، يعني انا اشوف بعض المقاطع يعني يسخر من نفسه على اساس يضحك الناس. هو مو على اساس يضحك الناس، هذا اسمه جلد الذات. انت بتاخذ نفسك كمثال. يعني مثلا انا لو حين لو في شو طيب وبديت اتكلم عن الناس وما تكلمت عن نفسي، ما يتقبلوا، ممكن يحس بحساسيه تجاهك انه انت جاي تتريق علينا. لكن مثلا لو انا تريقت على نفسي او تريقت على شيء عندي انا بسويه، شيء غبي انا بسويه احيانا طيب، وبعدين بديت اتكلم مع الناس، حيكون الحوار اريح بالنسبه له. طيب الكذب خط احمر بالنسبه لك ولا؟ ايوه ماني مضطر اكذب، ماني مضطر اكون قليل ادب، انا مستعد اكون سخيف. بس طيب ايش المحظورات عندك؟ المحظورات ايش هي؟ سياسة، دين، جنس، ما لي علاقة في المواضيع هذه. إنه في النهاية إيش هستفيد؟ هل آرائي بتغير شيء؟ أنا قصدي لما سألتك عن موضوع الكذب، يعني في الدول العربية الجنس يعملوا مسارع عليها. أيوة كثير ناس يقولوا يا أخي لازم تسوي ليلة كذا. أوكي إحنا ممكن نجيب تصريح ونعمل ليلة اسمها عيب نايت، ما حد يجي فيها إلا الناس اللي تبغى تسمعك. بعد سنتين، ثلاث سنين، أربع سنين، إيش هدفك الجاي؟ هدفي إنه ما أبغى أكون مجرد بنت كبيوتي موديل. وين تشوفي نفسك؟ أبغى أشوف نفسي كممكن شيء كبير، يعني ما أبغى مجرد بس بنت والله وتنزل صورها والله بس. برافو عليك. كموديل لا. تنس. أبغى أكبر من كذا. إيش تبي؟ زي إيش؟ أبغى أكون مثلاً يأخذوني بعض الناس قدوة، أبغى شيء كبير. يعني لأن عادي شغلة سهلة، أي بنت تطلع تقول والله أنا بيوتي موديل، أي بنت تطلع تقول والله أنا فاش، عادي شيء مرة سهل. انا ما ابغى اكون مجرد بس بنت وكذا، لا ابغى اكبر من كذا. طب ايش تبغي؟ زي ايش؟ وين تبي توصلي؟ قلت لك ودي ابغى اصير يعني بنات ياخذوني قدوه مؤثره في المجتمع. اي ابغى اكون مؤثره، ابغى اكون يعني تبي مؤثره اجتماعيا في عالم التجميل، في عالم السياسه، في اي عالم بالضبط؟ السياسه لا ما يدخل فيها. ما اعتقد، ما اعرف. ليش دحين في مناصب في السعوديه تمنح للنساء ودخلوا مجلس الشورى؟ ليه ما يكون عندك حلم؟ بس يمكن في علم الأحياء. يمكن تكوني عالمة أحياء. يمكن إن شاء الله عالمة أحياء جميلة. نعم. ممكن تكون. تقل حظوظك في الزواج بنشرك للصور اليوم ولا ما الزواج مو من ضمن أهدافك؟ لا أبدا. إيش ما تقل ولا مو من ضمن أهدافك؟ ما أعتبر الزواج شيء مهم بحياة المرأة. أنا ما أعتبر. دخلتي في المشكلة. أنا كذا تعبت. قناعات تماما. لازم تتعايش. اظن عندك المراه عايشه عشان تتزوج. ايوه جيل. لا هو شيء ما ينقص من المراه، بس تقول الجيل يختلف عن اللي قبل.
طب اسمع الجيل الجديد ايش يقول. اي جيل في حاجه الى ان في يوم من الايام لابد انك تشوفين اولادك، لابد لا تغلطي نفسك في النقطه هذه. الان يمكن تكونين مالك خاطر يعني، لكن بيجي في يوم من الايام تكونين نفسك وحيده يعني، لا اخو جنبك لا اخو جنبك. يمكن في تقنيات ممكن اجيبها. طب ليش تشوف انه الوحده شيء مزعج؟ يمكن الوحده شيء حلو. حلو تقنيات ايش؟ خلاص كلام فعلا. طب صح في الغرب بدا اوفر يعني. خلينا عارف اللي دائما تكتب في البايو ساكتفي بس هو جاي من ناحيه انه وحده وحزن. مين اللي تخيل الصوره على اساس انها مؤلمه الى اي مدى؟ انت لن تبقي في هذا السن طول حياتك، ستصلين الى سن يعني فيها حتكون مؤثره ومنشغله. مو فقط ناس يخدمونك، ناس يتعبدون الله بخدمتك، ولا يمكن يسوي هذا الشيء الا اولادك وبناتك. طب يمكن ما عندها الطموح يعني كذا تركيبتها الحين. الحين السن صغير لازم ننبهها يا حبيبي. ايوه دحين ليش الموضوع الموضوع شوف الفكره الذكوري ليش تعتقد اسمع دحين هم ليش تعتقد انها مسكينه انت الثاني تقول له صغير. الرجل مهم في حياته. لا ليش الرجل مهم في حياه المرأة. شوف انا اكثر يمكن اكثر وحده والله تزوجها انت ولا الانسانه يعني مستقله، وما صراحه ما بفكر يعني في الزواج لمجرد والله ابغى استقر او ابغى عيال او ابغى. لكن 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 ايوه هو ترى يعني فعلا مراحق. ايه يعني بتجي يعني في لحظه بتقولي طب انا قاعده اسوي هذا كله لمين؟ طب لا انا ابغى يعني هذه غريزه انسانيه انك تبغي تورث جيناتك يعني اطفالك انك ايوه انك تستمر في الحياه. انا معاكم في النقطه هذه، بس في نفس الوقت هي انه بس لحظه ريانه بس ريانه تقول الرجل غير مهم. الرجل غير مهم بس نسمع وجهه نظرها. ليه ما تبغي يجي وشو رجال؟ انتوا تعرفوا شيء؟ انا معاها دحين. انا معاها. انا ماني معاها. خليكم ثلاثه على اثنين. انا لا مع رجل ولا مع مرأة. انا معاكي. ليش الرجل غير مهم؟ خلينا نسمع نظرتك. حياه المرأة انه أيوة. تجيب عيال او بيت وظيفه عيال خلاص، انه بيت انه بنت خلاص مكانها دراسه خلاص زوج على طول بيت. لا مو كذا. في ممكن تقدر تكمل، ممكن تتوظف. الله مو الا يعني ايوه هو يكون مكمل في حياته. والله كلامه هذا يطرب. احنا مجتمعنا هنا الرجل غير مهم في حياه المراه يعني. لا مو مهم. في كثير طلعوا مو الا الرجال، مو الا رجل والله وراي خلاص كل يطلعني. مهم لا زعلان انا لا لا ما زعلان، لكن انا لو ارمي صرصور ايش اهم شيء بحياتي؟ عرفت اهميه الرجل. لو ايش؟ لو ارمي صرصور هنا عرفت اهميه الرجل. بخوف الصرصور اللي ماشي. تخاف نطلع شوي. خوفني بصرصور، خوفني بالطياره. لا والله اسمع ترى في بعضهم والله صرصور يخاف منه. ايش اهم شيء بحياتك طيب؟ اذا رجل غير مهم. ولا حق الشكل ولا مستقبلي ميولي الاشياء اللي انا ابغى اخليها الاشياء اللي ابغى اسويها بحياتي انا. أما الرجل ما أشوفه مهم والله يعني. بعد الفاصل حنكمل مين أهم؟ الحياة مع رجل ولا بلا رجل؟ فاصل رجل. أحييكم من جديد في اتجاهات وعلى الشيء اللي كنا نتناقش فيه قبل الفاصل. في تغريدة الأمينة العالي استعنتي بها بمقولة نوال السعداوي. ايوه قلتي طبعا هي على لسان نوال. من قام بحمايتي هو عملي، ما جعلني قوية هو عملي إنتاجي وليس الزوج. الزوج لا يحمي فهو مستعد أن يتخلى عني لأجل صح. نزوة صح. أنت كمان تنضمي لفريق شوفي لا ريانة. أنا الكاتبة هذه طبعا في ناس تختلف معاها، ممكن ما أأيدها في كل كتاباتها، لكن أقرأ لها كثير ويعجبني تفكيرها، ويمكن في حياتي الخاصة يعني بتبنى أشياء كثير من اللي هي قالتها يعني من بعض من أفكارها. نعم. أحسها إنها تعبر عني يعني بتقول الشيء اللي يعني بلسان المرأة ونفسيتها. بلسان المرأة بالضبط. طب الزوج لا يحمي فعلا؟ ممكن إيه. أنت سبق لك تجربة زواج؟ لا لا لم تتزوج. لا لا بس أشوف يعني حالات يعني أبوك ما حمى أمك يعني؟
لا بابا تعب ماما كثير، بالعكس تعبها معظم اللي حتى أهلي بنات خالاتي صديقاتي معظمهم صاير لهم مشاكل يعني في زواجهم. ليش انت تنظرون لجانب السلبي؟ ولازم انه اذا بغت انها تكمل ما شاء الله انا اخ محمد لازم تتحمل يوسف وتعيش. والدك تعب والدتك بالخلافات ولا تعبها ارهاق شغل بيت ولا تعبها؟ لا مو شغل بيت يعني ممكن ايوه يعني مشاكل 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 فانفصلت عنه. وانت وقفتي مع مين لما انفصلوا؟ كنت بيبي صغيرة بيبي كنت. بيبي نونو يعني ففضلت ماما انها والدتك هي اللي ربتك. ايوه ماما اللي ربتني ففضلت انه ايش خلاص ما اكمل معاه. ما تزوجت بعده؟ تزوجت. لازم هذه سنه الحياه. تعرف ايش مشكلتنا احنا ان جنرال يعني عشتي مع زوج امك؟ اي كان يعني الان هو الله يرحمه توفى بس كان شخص يمكن افضل من والدي الحقيقي وكان طيب معك وحنون جدا. يعني طلع في رجال جداً احلى لبسي طلع في رجال كويس. شوف اقول في دين ونام في يعني يمكن حب الابناء من حب المراه. ممكن صح اي في المغرب صح في السعوديه زوج والدتك كان سعودي. طيب في النهايه زواج ورجل كويس يعني علشان واحد صار ما هو معطي الزواج حقه خلاص حكمتوا على كل الرجال انهم ما خونه وانهم ناس يعني شوف عشان نكون حقانيين ها في رجال صراحه لا يعتمد عليه لكن مو بالغالبيه. أيوة مشكلتنا احنا في الفريقين اذا طلع لنا مثل ريانه تقول انا ما وش مالي في الزواج. أيوة يعني ايش حاجتي في الزواج؟ معقول كذا هي حسب نظرتها هي ننقرض كذا لو لا بس شوف الجيل الجديد بس ما شاء الله انت مخطط الجيل الجديد عايش قاعد احاول عشان ما ننقرض. انت خايف تنقرض؟ ما راح تنقرض. السلاله البشريه ستنقرض اذا تبنينا هالفكره. روبوت حيقضع السلاله البشريه بعد كم سنه، لكن الجيل الجديد اليوم عنده فرص وظيفيه وعنده امال وعنده احلام، صعب يعني يختصرها زي حياه جدتها. يعني معقول ليش دائما بنحط الزواج من عمرها 15؟ اذا كنت شايفه ان الزوج مثلا يعني عمرها 18 البنت ما يخالف. اذا كانت الزوجه مثلا تقول والله انا ما لن اختزل حياتي في رجل، انا ادعو الى هذا، اقول ليش لماذا تختزلين حياتك في رجل؟ خليه ياخذ واحده ثانيه وثالثه ورابعه يكون عندك يوم يوم. لا 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 بعد ثلاث ايام جالب من ورتريلات والله تعيشين حياتك الثلاث ايام هذه عايشه لنفسك. عفوا واليوم هذا حق يعني مثلا الا هذا الله يقوله غصب عليك. الله يقول اوكي لا سوري بس تروج لتعدد الزوجات. لا 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 تكلمنا عنه في الحلقه اللي فاتت. الحين بنقناها بواحد ظل نتكلم عن تعدد الزوجات لانه هو الذي يمثل الحل. بس هل انت عندك القدره عفوا انك تصرف على واحده واثنين وثلاثه على أربعة؟ لا ما عندي مشكلة. أطفالك كل الرجال عندهم قدرة أنهم يصرفون على أربعة؟ لا والله شوفني رجال ما أقدر أنا أصرف على أربعة. يا دوب الواحد يقدر يصرف على طيب عشان لا يأخذوا علينا بعدين الأطفال هم الضحية. هنا الأطفال هم بيكونوا ضحية. عموما أنا عندي وجهة نظر لازم أقولها صراحة إنه ليش إحنا دائما ماخذينها إنه فريقين وضد بعض؟ لا مو ضد بعض احنا لازم طيب. نكون مع بعض اللي هي لعبه واحده دائما لعبه الحياه الذكر والانثى دائما ادم وحيوان كيف العمق الكثير يرى انه جنسيتك المغربيه هي المسوق الاول لك في الدراما الخليجيه. الكلام صحيح؟ بالعكس لا 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 ابدا ابدا لا ما له دخل يعني الجنسيه ما له دخل. انا بالنهايه حقنع الجمهور بشكلي بادائي. طب أنا طالعة مثلاً في دور بنت مصرية، طالعة في دور بنت سعودية، بنت تونسية، هندية، أنا ممثلة، أنت ما لك دخل في سواء ديني، ما لك دخل في جنسيتي، ما لك دخل في جيناتي. بالنهاية كلنا بشر وبنعيش على الكرة الأرضية، كوكب واحد وبنتنفس نفس الأكسجين. كان كل المغربية يا إني أتقن اللهجة أو ما أتقن أوصل لك الدور بشكل صح أو أفشل. بس مزعجة هذه النظرة لجنسيتك؟ تزعجك؟ لا لأني واثقة من نفسي عارفة؟ يعني أنا ما لي دخل يعني في جنسيتي. ما أنا ما اخترت اسمي، ما اخترت لون عيوني، ما اخترت هذه الأشياء. إحنا ما مولودة في السعودية؟ أيوه وانولدتي وتربيتي ودرستي هنا. ايوه وزوج والدتك كان سعودي. سعوديه صرتي؟ ايوه درست هنا وتاثرت بالتربيه. لو انت سعوديه حيقولوا ماني سعوديه. لا يقول لك بس ما هي سعوديه اصلا متجنسه. مجنسه ولا ايوه يعني ولا بعدين سعوديه بس مثلا ما هي حجازيه مثلا ما هي مثلا من الرياض ولا حيقعدوا يقسموا الموضوع لين ما يوصلوا لين
مجتمعنا فيه عنصرية. أيوة فعلا في ممثلات انا اعرف ومشايفة جوازاتهم يعني حتى من قبيلة مثلا معروفة في السعودية. أيوة ويجوا يسبوها بيقولوا استحيل انت ما انت كذا. إيه مجتمعنا نحن باقي ما تقبل ان المرأة السعودية تطلع في هذه المجالات، مره لسه باقي ما تقبل باقي والله حتى مو متقبلين حتى الرجل مشي حالك. بس انا والله بالنهايه ممثله وين ما جاني دور حلو بسويه يعني في اي مكان في العالم. ومناسبه الادوار ليش دائما يعني قريت لك كذا تصريح او شفتك في مقابله تقولي انه استبعدوك من مسلسل العاصي؟ شوفي لا بقول لك حاجه يعني اولا المنشط انا حابه اوضح لك كويس انك تطرقت لهذا الموضوع عريض انه سحب مني لانهم يحاربون نجاحاتي. المنشط هذا انا العنوان ذا انا زعلت منه وانا حتى الزميل والصحفي اللي اجرى معايا اللقاء قلت له ليش خليته هو العنوان الرئيسي، يمكن احنا في كلمه واحده تكلمنا عن العاصف ومش بالطريقه هذه. سالني يعني صحفي سعودي نعم مين هو للاسف ناسي العشاوي محمد العشاوي مجله سيدتي. نعم. طبعا اوجه له كل التحيه هو زميل وصديق كل شيء. قال لي لا هذه لعبتنا احنا لازم نسوي منشط قوي عشان الخبر. قلت له لا بس مو على حسابي انا يعني. هو سألني سؤال عادي بما أني أنا يعني بنت الدراما السعودية واشتغلت مع ناصر القصبي كثير ويعني وأبرز نجاحاتي كانت معاهم من أباب الأولى أني أكون معاهم. أيه فليش ما كنتي معاهم؟ قلت له لا الحقيقة أنه يعني هم طارحين اسمي من البداية وحتى حطوا في الأخبار أنه معانا الأخبار الصحفية معانا فلانة. آخر حاجة طيب اعتذروا مني فقال لي لا في أجزاء ثانية وكذا يعني صح أوكي. صح أنه سحب مني مش لأنهم يحاربون نجاحاتي وهذا اعتذروا مني لسبب يعني من الأسباب. يعني ما قلتها الجملة لأنهم يحاربون نجاحاتي ما قلت. لا ما قلتها نهائيا كلام فاضي. إيش اللي يحاربون نجاحاتي؟ إيش يجي نجاحي عند نجاح مثلا الأستاذ ناصر القصبي ولا؟ طب ليش سحبوا؟ إيش العذر اللي أعطوك إياه؟ عذر اوكي لكن قالوا انه في اجزاء اخرى وان شاء الله بتكوني معنا وكذا. ايش هو العذر اللي هو سيب رقمك ونكلمك؟ لا 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 لا, لا انت سيب رقمك هي مو لا زي ما تقدم في وظيفه يقول لك سيب رقمك ونكلمك. ف الاداره الى الان احنا اصدقاء وايش كان دورك؟ احترمت رغبتهم عرفت خلاص في النهايه احترمت. مو نصيب بالضبط هذا هو. بس ايش كان دورك في المسلسل؟ والله احيانا بقول يمكن خير اني ما سويته لانه كان شوي جريء فيمكن خير اني ما سويته كوني اني عايشه في السعوديه. فعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ام الطفل غير الشرعي كان لا لا كان السيده اللي بتخون زوجها مع يعني بس هذا يعني تمثيل. ايوه بس انه الدور يعني لقى هجوم فظيع. ريانا لما قلتي لي انه معظم جيلي بيفكر زيك انا بعرف انتوا كيف وصلتوا لهالفكره؟ من تجارب اللي قبل الجيل اللي قبلنا من مثلا تجارب الام والاب مثلا بنت شافت الام والاب عوائل كيف انه عطوا البنت خلاص دراسه يلا زواج غصب. في كثير يغصبون بعد مو الا شرط الرجال يكون مهم. خلاص الحين جيلنا مع التفتح قاعد يصير الحين خلاص في اشياء ممكن اسويها من غير رجل شيء سهل علي ممكن اسوي اشياء كثير امشي بحياتي اعيش طول حياتي لين الى وين؟ الى نجرب اللي يقنعها وتغير. خلها تجاوب يا اخي خلي الله يخليك. انا بأخذ الى وين بس الى وين بتوصلين يعني بدون رجل؟ الى سن كم؟ حدد السن هذا اللي نعاني منه الان. كل ما هذا السؤال قديم ترى المراه اذا المفروض لين ما ربنا الى وين؟ خلوها تجاوب. المرأة على فكرة المرأة إذا مثلا أوكي صار لها تجربة زواج وبعدها خلاص اطلقت وكذا لا 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 وتوصل لسن 50 و60 تلقى بتبين كشكل أصغر من اللي لسه متزوجة. أنا أقول أنت تعيشين بدون أكل وشرب بدون لا نوم ما لا تقدرين حطي معهم الجنس ما تقدرين تعيشين. أنا بجاوبك على سؤالك. أغنية لأمينة العلي خلينا نشوف الفيديو. غني بعد كم سند وضحي لي بقى بارد جدا بقى دم وتقيل بقى نبلع وطمع وبخيل البلا من المؤدب وجميل بيجيلي مبروخ نص الليل دم وتقيل
تكلموا عن الجانب سيء من الرجال. كملي كملي. البلا ملي انه مؤدب وجميل بيجيني مدروخ نص الليل. انا طالب منك ما تغنين حياتك كلها الله يرحمك. بقى المنكش من بعد رأفة للمستمعين ورأفة بيضيع كرش وصدمة شبرين. عن جد عجبني صوتها بتضيع على الصوت. قالت لك ايش صار فيها في الاغنية يعني بعد الزواج؟ يقول لك صار مكرش وما يشتغل ومش عارفة. غالباً الرجل بيشتكي من بعد الزواج، والله ما صارت تهتم في نفسها وتخنت وهاملة نفسها وبس طبيخ وريحة بس وريح. طب حتى المرأة مسكينة بتعاني لكن في صمت. بس جت المغنية سميرة سعيد وغنتها ما قد سبقها أحد يعني في الكلمات هذه. أصالة غنت هذيك حقت أي فعلا حتى المرأة بتعاني. اللي فضحت الرجل بيصلع بتطلع له كرش بيصير ممكن في البداية بيكون كريم معاها عشان يعني يغريها عشان تتزوجه، بس بعدين يوريها الوجه الثاني ويصير بخيل. يعني كلهم المرأة تتحمل. يعني أنتم تجيبون أسوأ نموذج للرجل وتحطونه تحت الأضواء تقولون ترى هذا هو الرجل. لا 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 جيبوا مثلا أستاذ يوسف هنا ما شاء الله متزوج ثلاث وحياته مبتسمة وهم مبسوطين. كيف أنا معك والله ممتاز. في رجال كويسين. أنا شايفه بيتكلم بالنيابة عن زوجاته وبناته. إي بالضبط. مو هي الفكرة إنه لا لا أنا خلينا نأسس مبدأ أن يعني لا حنا ننظر أسوأ ما فيكم وأنتم لا تنظرون أسوأ ما فينا، فيه وفيه، لكن الغالبية عندنا كويسين وممتازين ورائعين وحبوبين وعندهم حنان وعندهم يعني لو خلت لقريب يعني حرام مثلا شخص رائع زي يعني مثلا يأخذوه بجريرة الآخرين يعني صح مثلا. أنت متأكد أنك رائع؟ أنا أروع مما تتخيل. ريان اقتنعتي؟ مقتنع مقتنع. يعني هذه بلا جيش عشان كملي في حياتك لين ما يجي ربنا اللي كاتبه لك ان شاء الله، وقتها ان شاء الله اشوف عيالك ويصير يقول العمو كان رجل كويس وحلو خلاص كامل. ركز على حلو يعني. يعني لا مو حلو حلو يعني شخصيته حلو. اي شخصيه حلو. لا لا انا قصدي حلو شكل بس. لا لا مش حاله شكله مكتوب. مهما يكون كامل ايش مهما يكون كامل مستحيل يقعد كامل طول حياته. او شخص كويس مع المرأة كم طول حياتها؟ لا مش طبيعي بسوي حركات. هي يا ريانة انتي ماشية مع التيار اللي يقول انه قصص سنو وايت وقصص سندريلا هذه كلها يعني خيال خيال، والمرأة هي اللي حتصنع نفسها مش الأمير اللي حيصحيها من النوم قبلة وفجأة تصير المعجزات الخيالية. في داخلك يمكن في يوم من الأيام تشعر انك صرتي مستعدة وتتزوجي، ولا هذا قرار أبدي؟ لا أبدي. طيب ريانا شكرا لك وأشكرك على شجاعتك وعلى أرائك الجريئة الجديدة. أحلى شيء بالجيل الجديد اللي يكون عنده شيء جديد يقدمه ومختلف مهما كان يعني عكس أفكارنا أو أرائنا. صح ما اختلفنا لكن قبل ما تروح أنا بنقولها كلمة واحدة فقط، لا تفترضين أن العالم كله أو الجيل الجديد كله يؤمن بنفس أفكارك. خليها تكتشف الحياة بنفسها. أيوة تراعي مشوار بدوني بدري. شكرا لك ريانة عبد الله وموفق إن شاء الله بمهنتك وإن شاء الله للمستقبل يعني باهر أمامك. شكرا لك على المشاركة. فاصل وراجعين. أهلا بكم من جديد ومعنا سالم العنيزي مؤسس عداد مشاريع الرياض على مواقع التواصل. أهلا بك سيد سالم. شكرا على الاستضافة. شكرا على الحضور. عداد مشاريع الرياض إيش تسووا في عداد مشاريع الرياض؟ حنا تقريبا رصد الجميع مشاريع الرياض قائمة في مدينة الرياض وفي طريق نشرها في الحسابات السوشيال ميديا. وطبعا مختصين جميع المشاريع يعني ما عندنا مشاريع معينه يعني في مشاريع حكوميه مشاريع خاصه جميع المشاريع. نعم. تعدون ايش طيب بالضبط يعني؟ هي تقريبا تعداد للمده يعني متى تنتهي المشروع، من بدايه المشروع من اول ما ينشا المشروع ننشر عن تصميم له ننشر بدايه انشائه الى ان زي اللوحات اللي في المشاريع اللي في يعني تقريبا اللوحه. لا انا قصدي وش الجديد في الموضوع يعني على اساس اننا نفهم الجديد عشان المجتمع يتابع خاصه مجتمع الرياض. ايوه اهل الرياض يتابعون المشاريع اللي حولهم يعني. وعليك متابعه على عليه متابعه المشروع والله في الحمد لله يعني كثير في متابعين وبالعكس في بازدياد يعني
في ناس كثير عارف في بعض المشاريع يعني ما في بعضهم مو عارف المشروع في جنب بيته يعني ما يدري عن المشروع فجأة يتحصل جنب مشروع وتفاجئ انه موجود بحساب. طيب تكفون مر على حي بدر تكفون عندنا مشروع 8 شهور ساد علينا الشارع حق الصناعيه هذا من اولها الى اخره. يعني وش دوركم في موضوع زي كذا؟ تخيل يعني طريق مسافته 3 كيلو وساد اللي هو المنفذ هذا. طيب خلص المنفذ الرئيسي هذا اللي الناس تروح هذا تجي منه. ممكن يكون لكم دور فيه ولا بس احنا دورنا كاعلام بس اعلام عن المشاريع تسلط الضوء يعني والحمد لله يعني في تجاوب كثير من الادارات الحكوميه من الادارات في انتم يعني في بدعم حكومي ولا الحالة طلعت الفكره شخصي بس شخصي يعني جهد شخصي فكرتك جهد شخصي كان جهد شخصي يعني التبليغ عن المشاريع المتعثره التبليغ المتعثرة والمنجزة كل شيء يعني ما نركز على ما نركز على الجهة المائية يعني بشكل عام يعني في مشروع تدي معلومات عنه تعثر تقول انه متعثر صحيح بس تقول لمين يعني ابديت تعمل ابديت يعني لما مثلا لا احنا ننشر في السوشيال ميديا في حسابك مثلا برامج التواصل الاجتماعي حسابك الخاص يعني حساب لا الحساب حساب هو اسمه عداد مشاريع الرياض اسمه كذا اسم الحساب حساب مشاريع الرياض اسمه عداد اذا عثرتوا على مشروع متعثر او ادركته احنا ننشر المشروع من البدايه من بدايته اول ما ينشا ننشر أيوة. عنه ايوه اذا حصل المشاكل تعثر اذا حصل شيء نذكر يعني ننشر اللي هو زي ما تقول يعني شوف زي جدول زمني بس على السوشيال ميديا يعني ما طبعا جدول زمني مو شرط يكون جدول زمني يكون بشرط يكون تحديثات يعني تحديثات للمشروع نفسه والاليه اللي تستخدمونها وش يعني معرفه المشاريع والله في عده اليات يعني عده مصادر عندنا في مصادر تكون داخل مالك المشروع او كانت شركه او شخصي او قطاع حكومي تدري متى يعني شغلكم هذا بيكون تمام تفضل. لما انكم مثلا المشاريع اللي تنجز في موعدها يعني يكون له فيه زي التحفيز او زي المكافاه لهم هذا طبعا هم بدنا احنا كحساب شخصي لا لا تفضل طيب انه وقت ما يصير في تعاون ما بينك مثلا والجهات الرسميه في جهات رسميه نرجع على النجمه امينه العلي أمينة صحيح يعني في تغريدة أو مقولة وجهتيها للفنانة أحلام وأنت قبل الحلقة قلتي لي مش صحيحة باكي توضحي لي يعني قلتي أو ما قيل أنك هاجمتي أحلام في مهرجان موازين المقام في الرباط وقلتي يا أحلام لا ننتظر منك صدقة وتبرعا من أموال الشعب المغربي وسحقا للذباب الإلكتروني اولا انا ما هجمت شخص احلام يعني اوجه لها التحيه وانا واحده من جمهوره واحب كل اغانيها او شيء كمان معلش إيه؟ عشان بالمره تعلق أيوة عليه أيوة لما يطفو النور على الجمهور معناها انه الجمهور قليل لماذا يا احلام طبعا ما انت باحسن من القيصر كاظم الساهر واللي هو القيصر مع حفظ الالقاب لكن الشعب المغربي عاطفك المغربي يعني مقاطعون ننتظركم السنه الجايه فعلقي لي على الاثنين الناس وقتها هذا اللي وصلني أنا مش وصلني يعني انتشرت فيديوهات الناس قاعدة تطالب إنه لا إحنا أولى في الفلوس هذه اللي قاعدة تصرف للفنانين خصوصا إنه مهرجان مكلف جدا جدا مكلف يعني ما في مهرجان يضاهيه أمريكا ما بتسوي المهرجان هذا زيه لكن حتى الفنانين المغربيين ثواني ثواني بس أكمل بس أكمل فهي كيف بدأت الناس بدأوا يعني قاطعوا كذا 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 منتج اوكي مثلا المويه ما اعرف ايش كذا منتج قاطعوه جاء مهرجان موازين فبدات انه خلاص حتى موازين نقاطعه ليش لانه احنا كناس كفقراء اولى احق بالميزانيه الضخمه ذي هذا مو معناه انه مثلا الشعب المغربي ضد الفنانين ولا ما يحب المهرجانات بالعكس الشعب المغربي معروف عنه انه ذويق اهميته بالنسبه لاي بلد في السياحه في الثقافه لا السياحه مين يعني هم كلهم جماهير مغربيه فالمهم نجحت المقاطعه معظم الفنانين يعني الحضور كان جدا قليل في فنانين حضروا مغاربة وفي فنانين مغاربة كذلك رفضوا وقالوا لا إحنا مع الشعب يعني إحنا الشعب هو اللي الناس والجمهور هم اللي سوونا يعني إحنا بدون الناس هذه ولا شيء ففي كثير كانوا بيكتبوا تعليقات أنا بس متابعة الوضع أوكي فرديت يعني بناء على الشيء اللي قاعدة أشوفه بالآلاف كانوا بيكتبوا الأحلام بليز اوقفي معانا الله يخلي مع إنه هي لها مطلق الحرية يعني ما هو بالنهاية الفنان هذا مصدر دخله ورزقه ليش حيرفض عرفتي فاليوم شاف الضغط ضغط ضغط وكثير من الفنانين طبعا ما حد حضر لهم أو الجمهور كان قليل
قالت خلاص أنا بتبرع بأجري. الناس مش بحاجة مثلا لأجرك أو لا، هم الميزانية الضخمة حق المهرجان كله تتبرع. طيب لمين؟ تتبرع للبلد يعني. للبلد. طب هو الميزانية طالعة من البلد. طيب يعني قصدها أنه أنا جاي مجانا. أي طب يعني بس إنه هي مو أنتوا اعتراضكم كان على المادة، هي تنازلت عن هذه المادة. بس الأجر لا 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 مش الطريقة الأفضل، بس أجرها مثلا إيش يجي عند أجر أو أجر كل الفنانين كله. العرب عند أجور الأمريكان عند نجوم كم أجرها في ما أعرف. أنا الناس طلبت كده، بس أنا ما بهاجم أحلام، بالعكس أتمنى لها كل التوفيق، وهي حرة أخذت أجر ما أخذت أجر هذا شيء راجع له، وحتى لو أخذت أجر هاحترمها. نانسي عجم وكاظم كلهم حضروا. طب يعني صح اللي كتبتيه؟ إيه؟ بس أنا بقول لك ليش يعني ما هاجمتها هي. هم كانوا يحتاجون منها تسجيل موقف أكثر من تسجيل موقف، بس إنه برضو تحترم. تحترم على الشيء اللي سوته. الجمهور المغربي عاق ووفاق. الناس انه بدت توعى تصحى وتطالب يعني بحقوقها، يعني لا يمكن مثلا انا عاقه. ايش تقصدي فيها؟ عاق لا مش العاق بالمغربي. عاق يعني صحي، عاق وفاق يعني صح صح. كلمة مغربية. كلمة مغربية هي. أي أوكي. كلمة طيب. مغربية. جلسة طالع فيها من أول أحس. مش عاق. مش من العقوق. عاق وفاق. بس أنا بالعكس أنا من جمهورة وأتمنى لها كل التوفيق. فبس هو يعني سجلت موقف إنه أنا كمان متضامنة مع الناس، لأنه أنا شايفة بعيني وفعلًا في ناس هي أولى. أستاذ سالم في شيء تحب تقول لنا يا على المشاريع؟ على عداد المشاريع. والله احنا دائما احنا بعد ما دخلنا في مجال المشاريع، مجال يعني شوف الشوارع في مدينة الرياض والأبنية، فحب دائما نصدر بعض الاقتراحات. نعم. في حسابنا ممكن احد المتابعين يكون من المسؤولين ويشوف اقتراحات ويستفيد منها في مدينة الرياض. يعني الحمد لله قدمنا اقتراحات كثيرة، في اقتراحات نفذت في مدينة الرياض، في اقتراحات ان شاء الله حتتنفذ. احنا الان نحاول قدر الامكان احنا نجعل الرياض مهي على مدينة سيارات، نجعلها مدينة الناس تمشي، مدينة حياة يكون فيها حياة اكثر، ما يكون مدينة خضراء اكثر وخضراء اكثر ان شاء الله. احنا قدر الامكان نحاول يعني بالضغط بنشر المعلومات، بنشر الاخبار المشاريع والمشاكل اللي تصير في مدينة الرياض، عامل ضغط على المسؤولين في المجتمع يعني، في زائد الردود الافعال من المتابعين، ردود الافعال من المشاهير، والحمد لله يعني في ضغط ناتج يعني في ضغط وفي نتيجه. شكرا لك استاذ سالم العنيزي مؤسس عداد للمشاريع، وشكرا لنجمتنا امينه العالي، شكرا لك على هذه المشاركه. شكرا للاستضافه. شكرا تسلم، شكرا على وجودك. وجوجي اشكرك فايز الشمراني. شكرا استاذ يوسف القعيط على هذه المشاركة. تصبحوا على خير، ولقاكم الأسبوع المقبل.